دور المحور الهام للمغرب في حل الأزمة الليبية سواء في الاجتماعات الدولية أو غيرها. المغرب لا يطلب منه أن يحضر في كل المؤتمرات الدولية لأنه متواجد يوميا وليس بعد فترات طويلة، يوم بيوم السلطات في المغرب على تواصل معنا من أجل حل هذه الأزمة الليبية. وتأثير المغرب كبير جدا في المجتمع الدولي برعاية جلالة الملك، برعاية حل الأزمة في ليبيا. نحن نقدر ونثمن هذا الموقف التاريخي العظيم من المغرب الشقيق، وهو داعم حقيقة لتحقيق رغبة الشعب الليبي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة. نحن نؤكد أيضا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر 2021 وتحت إشراف المجتمع الدولي وجماعة الدول العربية حتى تكون انتخابات نزيهة. لكن نحن نصر على أن الشعب الليبي هو من يختار من يحكم بطريق الانتخابات المباشرة لرئيس الدولة وأيضا لمجلس النواب في الموعد المحدد. كل الإجراءات اتخذت، لقاء حصل بيننا وبين السيد رئيس المفوضية للانتخابات منذ أسبوع، وطلبنا منه الإعلان عن بدء تسجيل الناخبين في سجلات الانتخابات، مما يعني دعمنا لعملية المفوضية للانتخابات حتى تقوم بدورها والاستعداد للانتخابات. نطالب الحكومة أيضا بدعم هذه المفوضية حتى تتمكن من القيام بدورها في الوقت المحدد. نحن نؤول كثيرا ونؤكد ذلك على دولة المغرب الشقيق ولمكانته الدولية بأنه يدعم الشعب الليبي ويؤكد أن الحل هو الانتخابات. لا حل لقضية ليبيا إلا الانتخابات من الشعب الليبي ومباشرة من الشعب الليبي دون أي محاولات أخرى للانتخاب بأي. الرئيس عندما ينتخب من الشعب الليبي يكون لديه الشرعية من كل الشعب الليبي، يكون رئيس لكل الليبيين وليس لمجموعة من مجلس النواب أو من مجلس الدولة أو من أي جسم آخر. هم من يختارون الرئيس، هذا سيكون رئيس للنواب ورئيس لمجلس الدولة. لكن عندما ينتخب الشعب الليبي رئيس لا يكون رئيس الشعب الليبي، وهو من سيقوم بالمصالحة ورد الحقوق لأصحابها. تتوحد مؤسسات الدولة تحت شرعية دولية ومحلية. نحن حقيقة نكرر الشكر الجزيل ونؤكد أن المغرب معنا يوما بيوم، تحضر المؤتمرات، تغيب عن المؤتمرات لأسباب تعني المغرب، ولكن نحن نؤكد لأهلنا في المغرب أن حكومة المغرب تحت رعاية جلالة الملك هي في صف الليبيين وعلى تواصل كبير معنا. ونعول كثيرا على دور المملكة في المرحلة القادمة ودعمنا في أن تكون الانتخابات كما قلت في موعدها وتحت إشراف الأمم المتحدة نزيهة وشفافة حتى يختار الشعب الليبي من يحكم. وشكرا لكم جميعا.